ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طيب، احنا المرة دي جايين نكمل اسك زاركون بس بطريقة مختلفة شوية، ملهاش علاقة بالاسئلة الاونلاين على قد ما ليها علاقة شوية بالاسئلة اللي بتيجي من الكلاينت اللي بيجي في الاورينتيشن عندنا في المكتب. انتوا ليه كده؟ انتوا ليه اشرار؟ ليه الرولز بتاعتكم كتير؟ انتوا ليه مفتريين؟ فاولا هي شوية أسئلة هنلخصها في بوينتس بسيطة كده، بس ده كان الملخص بتاع ان احنا أشرار قوي ورولز كتير قوي. أول سؤال، ليه الباكج مش شاملة كل الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في الباكج؟ وده طبعا من وجهة نظر كل عميل. ازيكم الاول. هنرد على السؤال، احنا ليه اشرار؟ والله احنا مش اشرار ولا حاجة، بالعكس احنا دايما بنشتغل على مصلحة العميل. مصلحة العميل ايه؟ لو بنتكلم على الباكج، انه لو احنا حطينا كل حاجة جوه الباكج ده معناه انه الباكج سعرها هيعلى قوي، واحنا دايما بنشتغل على قد ميزانيتك. احنا حاطين في الباكج بتاعتنا البيزكس اللي هي تقوم الايفنت، لان هو مش كل الايفنتات زفاف، يعني احنا حاطين على الحاجه البيزك اللي هي انه لازم يبقى فيه سيت اب، لازم يبقى فيه ديكور، لازم يبقى فيه اضاءه، ويبقى فيه صوت ساوند، ويبقى فيه دي جي. في بعض الاماكن بنحط الفيديو لو احنا شايفينه فعلا امبورتنت في المكان، ودي البيز اللي تقوم اي ايفنت. الستبس اللي بعدها بقى، انه في ناس اصلا بتقولك ليه مش حاطين الزفه في الباكج؟ ماشي، ما انا مش هحط زفه في الباكج لانه مش شرط حاجه تبقي جايه تاخدي زفاف. ما في ناس تيجي خطوبه، في ناس بتيجي اوتنج، في ايفنتات كتير، مش شرط الايفنت يبقى زفاف. فبالتالي الزفه بانواعها هي بره الباكج، وهيك تختاري اللي انت عايزاه، وميبي ما تبقيش عايزه، فليه احسبها عليكي او ليه اضيفها واخليك تدفعي ثمنها. برضو من ضمن الحاجات اللي هي المصور، في ناس كتير قوي تبقاش عايزه تاخد مصور من الشركه او من الناس اللي احنا متعاقدين معاهم، وبتبقى عايزه تجيب المصور الخاص بتاعها، وبرضو اتس اب تو يو، احنا مش بنجبركم، براحتكم هاتوا المصور بتاعكم، انتوا مش مضطرين تاخدوا من عندنا مصور، وهكذا. ليه مش ضايفين التورته؟ مش ضايفين التورته عشان في برضو خطوبات بتبقى عايزه لا تورته دور واحد، في ناس لا بيبقى خطوبة وعيد ميلاد فبتبقى عايزة شكل التورتة بشكل معين هي اللي تجيبها من بره، وبرضه ما بيبقاش عندنا مشكلة. فتاني احنا على فكرة الباكج دي الباكج اللي فيها مصلحة العميل، مش فكرة انه احنا ندخل فيها كل حاجة وخلاص. اما اسهل حاجة ندخل فيها كل حاجة وتبقى برقم خزعبلي وفي الاخر ما بقيناش على قد ميزانيتك. طيب، ده كان اول